السلام عليكم يا شباب، درس جديد النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن المواطنة، حقوق وواجبات. خليني أقول لحضرتك إن ربنا خلق الإنسان ككائن اجتماعي بطبعه، يعني الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، فبالتالي الإنسان بيعيش في مجموعات بتربطه بأفراد المجموعة، مجموعة من الروابط اللي من خلالها بيقدر يحدد حقوقه وواجباته، اللي هي طبعا من أهمها مثلا اختيار الحاكم أو المشاركة في شؤون المجتمع بشكل عام. طيب تعالوا نستعرض مع بعض فكرة الحقوق والواجبات اللي من خلالها بيكون الإنسان عنده دور أو فكرة المواطنة. أول حاجة تعالى نتكلم عنها حضرتك هي فكرة الحقوق. قال الحقوق بتعتبر ركن أساسي من أهم أركان تشكيل شخصية الإنسان، بمعنى أدق إن الإنسان لو توافر له الضمانات اللي من خلالها يقدر يحصل على حقوقه في المجتمع اللي بيعيش فيه، بتنفجر عنده مجموعة من الطاقات الإبداعية اللي بتساهم في رفعة المجتمع. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الثالث ونشوف مع بعض أول حق من الحقوق اللي بيقدر يمارسها الإنسان، وهي الحقوق السياسية. قال يا شباب دي الحقوق اللي بيتمتع بيها المواطن على المستوى السياسي، بمعنى حرية مثلا التعبير عن رأيه أو الترشيح للمجالس النيابية المختلفة أو اختيار الحاكم والعيش في سلام. نتنقل مع بعض يا شباب السلايد الرابع ونشوف الحقوق الاجتماعية. قال لي يا شباب هي الحقوق اللي بيتمتع بيها المواطن على المستوى الاجتماعي، زي مثلا حقوقه في الانتقال، المسكن اللائق، الرعاية الصحية، التعليم، رعاية اجتماعية، المساواة وعدم التمييز، الملبس المناسب. دي بنسميها باسم الحقوق الاجتماعية. نتنقل مع بعض السلايد الخامس ونشوف فكرة الحقوق الاقتصادية. قال لي يا شباب دي الحقوق اللي بيتمتع بيها المواطن في المجال الاقتصادي، وبتشمل حقه في العمل والمستوى المعيشي المناسب، الكسب، المشروع، وكمان فكرة التنمية الشاملة. نتنقل للسلايد السادس ونشوف الحقوق الثقافية والدينية. قال لي دي عبارة يا شباب عن حقوق ثقافية للمواطن، سواء حريته مثلا في التفكير أو الحصول على المعلومات، كمان حقوقه الدينية بمعنى أدق حقه في اعتناق ما يشاء من أديان، في نفس الوقت حقه في ممارسة الشعائر الدينية. نتنقل يا شباب للسلايد السابع ونشوف إيه بقى المقصود بكلمة الحقوق. زي ما حضرتك شفت كده، هي التزام بمجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية اللي بيتمتع بيها أفراد المجتمع. نتنقل بعد كده لفكرة الواجبات. قال لي يا شباب زي ما حضرتك بالظبط ليك حقوق، عليك واجبات لازم تقوم بيها. قال لي يا شباب دي بتنتج عن مسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه أو تجاه وطنه اللي بيعيش فيه، زي مثلا الاعتزاز بانتمائك للوطن والدفاع عن قضاياه المختلفة، إنجاز العمل بإتقان، الوعي بمشكلات المجتمع والعمل على حلها، عدم الإخلال بالنظام والأداب العامة. نشوف آخر سلايد معانا وهو السلايد التاسع، المقصود بعد ما شفنا فكرة الحقوق والواجبات نطلع في الآخر بتعريف المواطنة هي إيه بقى. قال لي يا شباب دي صفة المواطن اللي بيتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات اللي بيفرضها عليه انتمائه لوطنه. كده خلص الدرس بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا.